مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد يحطوا الرحال بالعاصمه الاداريه بالضبط باحدى الفنادق اللي غتكون فيهم ندوه صحفيه لهيئات نقابات الفنانين لتسويه وضعيه الفنان من ناحيه التغطيه الصحيه وحقوق المجاوره. لابد تفاصيل اكثر، اجوا معنا. اليوم وصلنا باش نديروا هذه الندوه الصحفيه في مدينه الرباط لتنوير الراي العام ولتنوير المهنيين الفنانين بجميع انحاء المغرب، وكما كتشوفوا مشاركه عده فنانين رواد وشباب وكذلك سيدات ورجال الاعمال، كنشكرهم من هذا المنبر. هذا الهدف من هذه الندوه الصحفيه وتنوير الراي العام خصوص قانون 25/19 اللي كيهم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وحقوق المجاوره، اللي كنا قمنا بواحد اليوم دراسي باستدعاء من طرف فرق المعارضه البرلمانيه اللي استدعونا وفتحوا لنا باب الحوار. وعلى ذكر قانون 25/19 حنا كذلك كتنسيقيا قمنا بعده مراسلات للقطاع المعني والرئاسات الحكومه كذلك السيد رئيس مجلس النواب بخصوص الامر من اجل فتح باب الحوار او تنظيم يوم دراسي او ندوه دراسيه مع المهنيين ومع ذوي الحقوق باش نوصلوا لواحد الحل يكون اوسط ونعطوا الاراء ديالنا ونعطوا التعديلات. ولكن للاسف السيد الوزير المسؤول على القطاع لم يتجاوب بتاتا مع المهنيين او مع التمثيليات النقابيه، وكما كتشوفوا يعني في الخرجات ديالو عبر المواقع عبر الاذاعات الوطنيه او في البرلمان كيقول بان الجمعيات والنقابات المهنيه هي اللي خالقه هذه المشاكل. حنا ماشي ضد القانون، حنا مع الوصايد للوزاره مع كذلك مع الورش الملكي اللي هو تو غيكون موضوع ديالنا في الندوه، الورش الملكي في اطار الحمايه الاجتماعيه التغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه بخصوص المهنيين. هذا اللقاء يعني الصحفي غادي نطرقوا فيه لواحد القضيتين اساسيتين اللي كيعيشهم الفنانة حاليا والمهنة الفنية بصفة عامة، وهو مشروع القانون المتعلق بهيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وايضا تنزيل ديال ورش التأمين الاجباري الاساسي على المرض. دونك هاد جوج المواضيع هما اللي غادي نتناقشهم لانه فيهم اشكاليات قانونيه. بالنسبه للاول اعد بدون تشاور مع الهيئات المهنيه، علما بانه يعني مساله تدبير حقوق المؤلفين مساله خاصه مرتبطه بذوي الحقوق، وكاين واحد المشروع قانون اللي معروض الان على البرلمان منتفيه في الصفه لا ديال الديمقراطيه لانه كلهم بني على التعيينات واغلبيتهم معين على التعيينات. ايضا هو مشروع قانون اللي يعني السيد الوزير يصر على انه يدوز بالزربه، يعني بدون ان يكون له اي يعني بدون يعني ما يعطي فرصه للناس انهم يعطوا رايهم في القانون، وايضا يكون القانون يعني ملائم للدستور وايضا ملائم يعني للاعراف الدوليه ذات الصله، لانه كاين اعراف وهذا المجال عنده قواعده من ناحيه تشريعيه. المشكل الثاني مرتبط بالتامين الاجباري الاساسي على المرض اللي هو الفنانين المستقلين، وتم تطبيقه حتى على يعني بشكل تلقائي حتى بالنسبه الفنانين الأجراء اللي هم الأغلبية والمقصود بهم الممثلين والمغنيين والتقنيين والإداريين، يعني الأغلبية الساحقة لا تشتغلوا لحسابها الخاص بل تشتغلوا لحساب مقاولات. وهذا التمرير هذا المرسوم وتطبيقه بهذا الشكل سوف يضر بمصالح فئة الأجراء من هنا للقدام، لأنه هنا كتنتفي أي تنظيم أي علاقة ما بين المقاولة والفنانين. هذا اللقاء هذا الندوة الصحفية اللي تتشرف عليها التنسيقية ديال النقابات المهنية اللي كتكون من واحد العدد كبير ديال النقابات المهنية اللي في ديال المسرح وديال السينما وديال الغناء وديال الموسيقى وديال الفنون الدرامية. فهذا اللقاء عنده جوج ديال المحاور. المحور الأول هو المناقشة ديال القانون 25/19 اللي السيد وزير الثقافة قدم المشروع ديالو للبرلمان، ولكن اللي النهار الأول تقدم هذا المشروع ديال الهيكلة ديال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين،
وتقدم بواحد الطريقه اللي نقدروا نقولوا بانها طريقه تاع السوفيه، لا تحترم الدستور ولا تحترم الديمقراطيه في المغرب، ولا تحترم التشاركيه اللي كيدعوا لها الدستور المغربي واللي كيدعوا لها صاحب الجلاله. الان احنا وقفنا في وجه هذا المشروع هذا بهذه الطريقه ديالو بهذه الصيغه ديالو، وقدمنا تعديلات للبرلمان، والان اليوم كاينه ندوه صحفيه باش نزيدوا نعمقوا فيها للاخوان رجال الصحافه والراي العام نعمقوا فيها النقاش. وكاينه المحور الثاني هو حول التغطيه الاجتماعيه للورش اللي الملكي اللي شرف عليه سيدنا الله ينصره، واللي مع كامل الاسف حتى هو الوزاره الوصيه سرعت فيه وقدمته الى الامانه العامه للحكومه، قدمته بدون مقاربه تشاركيه مع ذوي الحقوق مع الفنانين، وقعوا واحد الاخطاء كثيره وجسيمه وقانونيه اللي كيمسوا الفنان. احنا كنتلاقاو اليوم هذه ندوه صحفيه باش نشرحوا فيها اشنو واقع. فعلا احنا من 11 ابريل تحولت الحياه ديالنا، في الوقت اللي كنا غادي نتوجهوا للابداع والكتابه والتلحين، واللي كيمثل يمشي يمثل، واللي كيدير المسرح يدير المسرح، واللي عنده التصوير تفاجئنا في اطار الحكومه الجديده في شخص السيد وزير الثقافه والشباب والتواصل انه طرع واحد المشروع ديال 25 ساعه ديال تحويل المكتب المغربي للحقوق التأليفية مؤسسه للتدبير الجماعي بدون مقاربة تشاركية، بدون تشاور مع المعنيين بالأمر، ومباشرة دخل البرلمان. احنا في هذا الوقت هذا بدأت المعركة النضالية، ومرينا من عدة مراحل نضالية. مرينا منا، دخلنا المجلس النواب، شفنا الفرق البرلمانية، عملنا مائدة مستديرة، نتحدث مع وسائل الإعلام، نتحدث مع المسؤولين. هناك عملية شد وجد، ولكن احنا بالنسبة لنا النتيجة ديالنا هي إيجابية. وصلنا الصوت ديالنا اللي باغي يسمع الصوت ديال الفنانين، بالإضافة تحت من غير هذا القانون هذا حتى التغطية الصحية، ديال الأمور، اللي هذا مشروع ملكي كبير في التنزيل ديالو بين السيد الوزير وقطاع الصحة والضمان الاجتماعي والمالية، تشوبه عدة اختلالات. والناس ما فهماش العملية كيفاش تدير. وحنا عملنا واحد الخطوة، درنا واحد الاجتماع مع صندوق ديال الضمان الاجتماعي، تفاجئوا مني شرحنا لهم راه ما يمكنش نشدوا الفنان، راه أجير، وتجي وتقول له سميتو عملية ديال خلص ولا دير ولا صوب بواحد الطريقة اللي هي منافية للقانون. وهذه العملية راه عندكم ملف عليها، أعطيناها لكم متكامل ديال التغطية الصحية. رجعنا العملية ديال المشروع اللي عنده علاقة بالمكتب المغربي للحقوق التأليف. حنا قطعنا مراحل نضالية وسنستمر في هذا النضال بجميع المسارات ديالو والمسائل التشريعية ديالو.